هذا الفيلم هذا انا ماشي انا، هو دره من الدريرات اللي مجوج بهم عزيز داداس، انا هي الدره الثالثه. كيتفقوا مجد الادريسي دنيا بوتازوت سكينه درابيل على عزيز داداس باش انه يجيو ويخسروا ليه الفرحه ديالو الرابعه، لانه السيد واخد ثلاثه وباغي يزيد الرابعه. فاحنا كنجيو كنلحقوا عليه لواحد لوطيل، واحد اللي مدوز فيه هو مسكين الحياه السعيده وما عرف شنو داكشي، فكنجيو حنايا كنخسروا ليه الحفله الا بغينا نقول. زيد شي سؤال اخر؟ جديد رمضاني ما غاديش نبغي نحرقوا دي سوربريز، ولكن كاين شي حاجه اللي زوينه مع الفنانه دنيا بوتازوت نيت، كاينين دي كابسول كوميك ان شاء الله اللي غادي يكونوا في رمضان، ولكن ما غنحرقهمش، نسخر فيهم الله ونقولوا مابخي. بس جد رائعه، مالغري اننا صورنا في مراكش في شهر 7، وماشي في مراكش، في اكافي، يعني اكافي اللي كيبعد على مراكش واحد 40 كيلومتر بحال هكذاك. فكانوا كيدوزوا حدانا العقارب عادي، كنا ولفناهم كيقول لك السلام صباح الخير لاباس هذا. هادشي اللي كاين، وراك عارف ملي كيتجمعوا داداس ومجدولين ودنيا ودرابيل ورابع القاطي كان معنا ضيف، وهذا فكانت الحمد لله الاجواء جد جميله. والانتاج كنبغي نسطر عليها بواحد الخط عريض، الانتاج تحت رئاسه الجميله والمنتجه الرائعه الطموحه مدام فاطمه بن كيران، كان مساعد في اريحيه الممثلين. هشام جبري ماشي اول مره صراحه كنشتغل معاه، سبق لي اشتغلت معاه في المسرح اللي هو اللي بغينا نقولوا اصعب واصعب من التلفزه والسينما، واشتغلت معاه في التلفزه في مسلسل مو معينيه في دي كابسول ديال المرضي مومسو، ودابا في الفيلم السينمائي انا ماشي انا. انا ضد التعدد، يتزوج عليا الراجل مشى. الجمهور الكريم كنقول لكم مرحبا بكم، فيلم انا ماشي انا فيلم يستحق المشاهده بامتياز، فيلم طفره نوعيه وقفزه جميله جدا في السينما المغربيه الكوميديا، ومرحبا بكم من عامين حتى ل 100 عام. لا تنساوش تزورونا على الصفحة الرسمية ديال لالا مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.